معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. الخليل هو من بلغ في المحبة أعلاها، الخلة هي أعلى درجات المحبة، ولم تحصل من الله لأحد من خلقه إلا لاثنين فقط، هما إبراهيم عليه الصلاة والسلام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن اتخذه الله خليلا فإنه لا يجوز له أن يتخذ من الخلق خليلا، ليفرد الخلة لله عز وجل، لأن الخلة لا تقبل الاشتراك، لا تقبل الاشتراك. فلما كان نبينا صلى الله عليه وسلم خليل الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، لما كان خليل الله لم يجوز له أن يتخذ من الخلق خليلا، ولو قدر أن يتخذ لاتخذ أبا بكر، وهذا يدل على فضل أبي بكر رضي الله عنه، وأنه مقدم على غيره من الصحابة. نعم.